لكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. اليوم جيت بواحد لا غوسيت اللي خفيفه ظريفه وتجي سيرتو لذيذه. سي بريوات و سومون. جيسبر ان شاء الله يعجبكم. تابعوا معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه وكاع المكونات ان شاء الله. هنا درت واحد لا بتيت بوال، واحد 25 غرام ديال لو بور مع شويه زيت البلديه، ودرت زدت عليهم واحد دو بواغو سيزلي. شويه لي فيغ روفنير حتى يتحمر شويه. من بعد ما تحمروا هنا عندي ان غروس بواني تاع لي زيبينار اللي قطعت غروسيرمون. كما تشوفوا معايا لي زيبينار تيهبطوا كومبليتمون. هنا عندي طريس ديال الثومه، عندي 300 غرام تاع لو سومون فري اللي قطعت اون بوتي مورسو. غنزيد ان غرو بوكي دو بيرسيل ونص معلقه ديال البزار ومليحه، ما تيحتاجش حتى ايبيس، ما تحتاجش حتى حاجه اخرى، غير كو لو سومون وهذاك لو بيرسيل ولو بواغو تيعطي واحد اللذة اللي تجي زوينة. وهنا غنزيد واحد خمسة تاع الفرماج لافاج كيري ودو كيري اللي بغيتو نتوما، تيعطي داك لو كريموم ديالو و سيغتو لو كو اوسي. فوالا لا غوسيت، ها هي لا فارس ديالنا وجدات، قلت لكم سهله دغيا وتجي لذيذه. هنا خديت الورقه، نتوما عزلوا الورقه اللي بغيتو، لاباط فيلو او الورقه نتاع لي بريك نورمال كيما بغيتو. هنا عندي شويه الزبده اللي ذوبت، لان هاد الورقه اللي تنستعمل تحتاج الزبده بزاف، دايره بحال لاباط فيلو. وغادي نبدا نعمر البريوات ديالي. هنا عندي لا موتزاريلا تنزيدها عليهم، وتنبدا نطوي دوك البريوات ديالي. كما قلت لكم هاد لا غوسيت تصايب فواحد الوقت اللي قصير بزاف بالنسبه اللي تيخدم وما عندوش الوقت يدخل ويطيب شي حوايج اللي تاخذ وقت بزاف. هاد لا غوسيت تجي دغيا دغيا وسيرتو تجي بنينه، وتيبغيوها حتى الدراري بهاد الطريقه هادي. غنكمل البريوات ديالي وغادي نديرهم في الفوغ، اللي بغى يقليهم يقليهم، انا بيرسونيلمون غنديرهم في الفوغ ونتلاقاو في الشكل النهائي نتاع البريوات ديالي. جيسبر ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه اللي خفيفه خفا زربا كما قالها واحد الشيف. ان شاء الله تجربوها، وكما تنقول ما غادي تندموش، يعني ما تنجيش وتنوريكم اي حاجه. تنشارك معكم كاع الوصفات اللي تنكون متاكده منها واللي عندها فريمون ان سوكسي بالنسبه لي زامي ديالي او لا فامي ديالي. ان شاء الله كما العاده تنقول لكم تنشكركم بزاف على الدعم ديالكم اللي كما العاده تيخليني ديما نكون اجور. وما تنساوش البارتاج لي لايك ديالكم ولي كومونتير زوينين ديالكم، واللي ما تابوناش يتابونا ان شاء الله. خليت لكم راحه الله ونقول لكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.